السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أبو مصطفى من قناتكم فيروس كلاب بيلكم حياة ليك حياة الناس اللي مشتركة معايا على القناة، حياة الجميع مربين الكلاب وقوات الكلاب في مصر والوطن العربي. تحياتي للجميع، يا رب تكونوا بخير. رجعنا لكم جديد فيديو جديد. النهاردة طبعا هنتكلم عن مشكلة بتقابل جميع المربين والغواة، وطبعا بتقابل برضو المشكلة دي بعد صار دكاترة بس ما بيعرفوش يحلوها، ما بيعرفوش بيعملوا بيوجدوا حلول تقليديه في المشكله، لان طبعا بيعالجوا العرض ما بيعالجوش المرض. الحمد لله بفضل ربنا جميع او يعني اكتريه جميع القنوات اليوتيوب اللي بتتكلم في الكلاب ما بتيجي تتكلم عن معلومه بتتكلم عن معلومه العرض، انما بتدكش حل للمرض نفسه. الحمد لله بفضل ربنا احنا القناه بتهيألي الاوحد في مجال الكلاب اللي بتتكلم عن ازاي اللي انت تخترق المرض نفسه وتحل المشكله بتاعت المرض نفسه. علشان كده العلاج الحمد لله بفضل ربنا بينفع معانا وبينجح معانا. علشان كده الحمد لله الدنيا بتبقى شبين الكوم، يعني زي ما بيقولوا كده عوده الاشخاص المميزه او عوده الاشخاص الجميله والروح الكويسه والناس اللي كانوا العملاء الكويسين اللي كانوا بيتعاملوا معانا في الاول خالص وكانوا قرفتهم بالبلد كده كانت كويسه معانا ووشهم كان حلو علينا في المزرعه والكلام ده كله. يعني لما غبنا ورجعنا زي ما بيقولوا كده ايه الدنيا هتضحك تاني. الناس الحلوه بدات بدار السلام باللي هو الجار ودوز اللي هو محتاج عمليه، والنهارده طبعا الكلب اللي هو ده معانا كلب اسمه شلبي، كلب جيرمان شيبرد عنده 11 شهر. الكاميرا كده توضح عنده مشكله رهيبه جدا، وصاحبه من الشخصيات يا جماعه بامانه ربنا محترمه جدا فوق الاحترام فوق الوصف. الشخصيه دي اسمها الشخصيه الاستاذ مصطفى. تحياتي ليك يا باشا وتحياتي لجميع مربين وغواة الكلاب في المنوفيه وبالاخص طبعا شبين الكوم. الكلب ده يا جماعه ربنا يبارك لي يا رب لصاحبه، كلب كويس جدا، كلب حنون جدا، شلبي اسمه شلبي، بس بيعاني من مشكله لو انت جيت لمسته هنا بص هيعضك اهو، مش اللي هو اهو. ليه؟ لان عنده مشكله اهو زي ما انتم شايفين كده، ظهره كله سلسله ظهره كله متفرتكه. الكاميرا كده توضح معانا، بس يا شلبي عيب، هو مش قادر اللي انا المسها حتى، يعني هو بص مش مخليني اللي انا عاوز حتى اصور. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه اهو، بس يا شلبي شاطر، بس اهو الرق، بس زي ما انتم شايفين يا جماعه تكرحات جلديه شديده جدا اهي، الكاميرا توضح، بس يا شلبي. طبعا تحت الشعر ده برضو كله ده تكرحات، تحت الشعر ده تكرحات جلديه شديده جدا، بس عيب، بس خلاص، بس عيب، بس طبعا هو مش طايق حد يلمسه بسبب التقرحات الجلديه دي. طبعا مصطفى راح بيه الدكتور واتنين وقعدوا يدوا له علاجات ومفيش نتيجه. قال لي باللفظ كده الخلاصه عند ابو مصطفى، وطبعا الحمد لله فضل ربنا. واهو زي ما انتم شايفين كده يا جماعه اهو، الكاميرا توضح اهو، كل ده يا جماعه مهري، بصوا يا جماعه كل ده مهري يا جماعه اهو، الجلد باين مهري خالص تمام، وناطر بقى كمان في ايه جزء من سلسله الظهر من فوق هنا لسه زي ما انتم شايفين كده. هو مش طايق، كلب جميل جدا بس هو مش طايق حد يلمسه. لو انا شلت الشعر ده كل الجزء ده يا جماعه كله تحت شعر مهلوك. بصوا يا جماعه اهو كل ده شعر مهلوك اهو، بس خلاص. طبعا انت بهدلتني يا عم شلبي، يا ريت تتابعوا حلقات شلبي ان شاء الله بامر الله. هنمشي على نظام علاجات مع الكلب وهنقول لكم عليها واحده واحده في الفيديوهات الجايه، هنقول لكم نتعامل ازاي ايه بالمشكله ديت. المشكله دي يا جماعه خطيره جدا لاني ممكن تقلب معاك لحاجات تانيه اكتر، وفي نفس الوقت الكلب بيقعد يخس وما بيقدرش ياكل، ما بيقدرش يتحرك، وما بيقدرش، يعني زي ما انتم شايفين كده الكلب بيتنطط وكل حاجه بس مش عايش العيشه التامه بتاعته. مشكلة صعبة، الحمد لله بفضل ربنا قدرنا نتغلب عليها مرة واثنين وثلاثة. المشكلة ديت ظهرت لكلاب كتير جدا، والحمد لله بفضل ربنا قدرنا نحلها.
يا ريت لو انت اول مره تشوفني النهارده يا ريت ترجع للفيديوهات القديمه، هتستفاد منها كتير جدا. يا ريت بعد اذنكم يا جماعه نكتر من اللايكات والشير والحركات، واكتب لي التعليق بتاعك وقول لي عاوز نتكلم عليه الحلقه الجايه، وعايز معلومات ايه اكتر واكتر. يا ريت نجمع اراء مع بعضنا، واي حد عاوز اي سؤال او اي استفسار يكتب لي في التعليقات او يتواصل معايا واتساب رقم التليفون 0102241715 ويا ريت نبقى نحافظ على كلابنا اكتر واكتر. وتحياتي للجميع واشوفك على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.